الابن يطرد أمه بسبب زوجته. مع كل الأسف هذا زمننا صار زمن المادة وزمن الزوجة بس. إذا نبدأ من بغداد وكربلاء. امرأة تعيش في بغداد مع أبنائها وزوجاتهم، أو ربما كانت تعيش يعني. يبدو أن هنالك مشاكل عائلية قد حدثت بين هذه السيدة الكبيرة وبين هذه يعني زوجات أبنائها. الغريب بالأمر أن هذه المرأة طردت من قبل أبنائها بسبب تحريض من زوجاتهم، فانتهى بها الحال أنها افترشت الأرض في كربلاء المقدسة بين الحرمين. في هذه المنطقة تبيت ليلها كل يوم وتستنجد بأن تعود لأبنائها. إذا وليد الصالحي من كربلاء وافانا بهذا اللقاء مع هذه السيدة. أهلا مازن. طبعا قصتنا اليوم هي مختلفة عن بقية القصص. أم أولادها ذبوها في الشارع بسبب نسوانهم. أم علي هي من سكنة بغداد منطقة الدورة، جاءت إلى كربلاء لتفترش الأرض قرب المراقد المقدسة. راح أخليها تتحدث لنا، تشرح لنا قصتها وشنو اللي تعرضت له من قبل أولادها. السلام عليكم علي. وعليكم السلام. أم علي، أريدك تحكي لي قصتك لبرنامج لوكيشن. أنا من سكنة بغداد وعندي أولادي 3، وأولادي يعني مع الأسف كل الأسف إنه الابن يطرد أمه بسبب زوجته. مع كل الأسف هذا زمننا صار زمن المادة وزمن الزوجة بس. أنا أولادي يعني قعدت عليهم سنين وربيتهم، وأرملة من الثمانينات أنا أرملة، وقعدت عليهم وربيتهم 3 أولاد وكبروا وصاروا نشأوا للزمن، وتالي يسمعون كلام مرته ويهيضون علي، ويوميا عرك ويوميا مشاكل ويوميا يطلعوني بالشارع. مليت أنا مرة كبيرة وعدي فقرات وعدي ألم بالكلى وعجز عدي كلوي، فافترشت الأرض وجيت ما بين الحرمين. صار لي مدة الكربلاء، ويومية عد أقاربي ويومية عد ناس اللي مقربين إلي. ومثل ما تعرفون أنتوا الناس ما تتحمل عائلتها حتى تتحمل الغريب، فكيف أنا أولادي طردوني، فكيف الغريب يتحملني يوم 2 3 ومن بعدها يقول لي ثيما لله ما أقدر أتحملك، عائلتي كبيرة. فأني أناشد الخيرين وأناشد الطيبين وأناشد أهل الغيرة إنه يشوفون لي فتح حل وصورة حل لهذا الموضوع اللي أنا بي. أنا أم، والأم ناشدت بكل مكان، ردت بس أسوي حل ويا أولادي ما قدرت، ردت بس أرجع وأتفاهم ببيتي وعائلتي. الإبن اللي تجيب الأم لهذا الزمن عان، أو الأم من تجيبه يتخلى عن أمه وأبوه. مع كل الأسف الأب والأم بهذا الزمن ما لهم قيمة. أدي الأولاد يعني مرته وأولاده أفضل من أمه. أرجع وأقول لهم، أقول لهم باكر عقب أنتوا تصيرون أب وأم، مرتك تصير أم، شلون راح تتصرفون بالزمن؟ شلون راح تكونون؟ شلون راح يصير ابنك حنين عليك؟ ما يصير، مستحيل ما دام امك غاضبه عليك ما تصيرون ولا يصير لك ظن. بس مع ذلك انا ام، والام حنتها تختلف عن كل البشر، تكون حنينه، بس الابن بهالجلاده هاي ما شفت ابد. وانا لحد الان افترش الارض بين الحرمين واقعد بين الحرمين، انام يم الامام الحسين يم العباس، يوم اروح الاقارب بكربلاء. فما اقدر يعني ما اقدر استمر، انا امرأة كبيرة بالسن وما لي لا حول ولا قوة. اناشد الطيبين اكون ممنونة منهم اذا يشوفون لي حل وصورة حل المكان اتوبي انا وعجزي ومرضي اللي انا بي.
أكون ممنونة منه. شكرا معلم. شكرا. نعم مازن، مثل ما استمعت وشاهدت قصة أم علي من بغداد والآن متواجدة في كربلاء، يعني حقيقة هذه المأساة تناشد أم علي الخيرين لإيجاد حل لمعاناتها أو قصتها. في أمان الله.